الغريبه، الغريبه المصري، انا بقول مصري ان احنا عملنا معاكم مليون نوع غريبه قبل كده. كوبايتين دي، كوبايه زبده، نص كوبايه سكر بودره، وطبعا لوز او فستق كامل للزينه. يعني كوبايتين دي نصهم كوبايه زبده، نصهم نص كوبايه سكر بودره. خلاص بعمل ايه؟ بضرب السكر، السكر البودره مع الزبده لغايه ما يبقى هش زي الكريمه، وبعد كده بزود له الدقيق. خلاص جميل. تاني غريبة زي ما قالت آية، كوبايتين دقيق، كوباية زبدة، نص كوباية سكر، يعني إيه؟ واحد اتنين تلاتة. اه معانا تليفون يا شيف. يا سارة دي فين؟ اه ايوه ايوه ازيك يا سارة؟ الحمد لله. وطي التلفزيون يا حبيبتي. يا ريت توطي التلفزيون عشان تقدري تسمعينا كويس. الو ماشي. بزود الدقيق على الزبدة والسكر. ايوه الو. ايوه ايوه يا ساره اتفضلي. ايوه كنت بسال على المكرونه البشاميل وكده. حاضر ان شاء الله هنجاوبك على المكرونه البشاميل. ايوه هتقول لك على احلى بشاميل. خدوا بالكم من حاجه، ان ممكن المقدار ما ياخدش الدقيق كله، ممكن احتاج دقيق اقل. انا عايزه اشوفها برده بايدي علشان الميكسر كبير شويه. طيب هي حطت هنا الزبده مع السكر، الزبده مع السكر لازم تبقى كريمي خالص، لونها هيفتحها خالص. الغريبه من الحاجات اللي لازم مقدارها يبقى مظبوط تماما علشان تظبط معاكي. فلو مش عارفه تعايري الزبده، سيحي الزبده وعايري لها كوبايه ورجعيها الثلاجه. لازم الزبده ما تبقاش سايحه، ما ينفعش اعمل غريبه او اي بسكوتات يا جماعه او اي كوكيز اي حاجه بزبده سايحه، لازم تبقى بارده. ليه؟ علشان تظبط معاكي. جميل. خلاص انا هكملها بايدي. ايوه. وبعدين الغريبه هعملها كور، احطها في الصاج. خدي بالك ان الكوره تبقى مدوره، لان هي لما تخش الفرن، لما تخش الفرن هتبطل، هتفرد سنه شوية صغيره. فعلشان كده اهو. نعم. انا هحط شويه دقيق كمان. شفتي بقى، شفتوا الفكره اللي عاملاها آية؟ ان هي بتحط الدقيق شويه بشويه. أيوة. ليه؟ علشان خاطر زي ما قلنا ان تخزين الدقيق احيانا بيبقى مش صح. بالظبط. فبيتعرض للرطوبه. ونوع الدقيق، نوع القمح نفسه سبحان الله، كل نوع قمح يختلف. كل ارض بتطلع القمح بياخد ميه اكتر من غيره او اقل من غيره. كده اهو اهي. وبروح عاملاها تاني، بروح عاملاها تاني. تحط لها الكف احسن عشان يلفها معاك. لا انا هحط اللي هي الكف ده عشان يلف معاكي. ايوه هو ده اللي انا عايزه اجيبه. يلف معاكي احسن، يعني افضل. وزي ما قلنا هنعملها كور مدوره على الصاج. انا بحب احط اي بسكوت اعمله، احب احط تحتيه ورقه زبده. يعني احنا هنحطه دلوقتي كده، بس هي نصيحة في واحدة في سيليكون أو سيليكون. علشان هوريكم الكورة علشان ما يلزقش معاكي ويطلع معاكي مظبوط. شفتي بقى ان الكعك الصغير اللي عملوه كده ما بحبوش. انا بحب كحكايه كحكايه. ده عشان خاطر، لا عشان الهوانم ياكلوه كده ما بيقعدوش يطبوا كتير. بكورها اهي، هحطها كده اهو. شايف كوره مدوره وهي هتبطت، هتبقى بالمنظر ده. انا ملاحظ ان هم دايما بيخاطبوا السيدات فقط، يعني الرجاله مالهاش في الموضوع خالص. يعني الرجاله ما تاكلش كعك ولا بتاكل بسكوت. لا بياكلوا اكيد، بس مش هيعملوا يعني كعك. لا بياكلوا، بياكلوا. طبعا. ما هو دايما يصغروا حجم الكحك عشان يقول لك بق الست ما يفتحش مرتين. ده الموضه دلوقتي، بق بيقل شوف بيكبروا بقهم دلوقتي بطريقه فظيعه. والله العظيم اول مره اسمع الموضوع ده. بيعملوا حاجات عجيبه. معانا تليفون مين؟ الو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه يا حبيبتي. ام بوسي. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. دلوقتي انا عاوزه فتحت التلفزيون، انتوا بتعجنوا الكحك. نعم.
عاوز اعرف الكيلو بتحط له قد ايه سمنه؟ كوبايتين سمنه، كيلو دقيق كوبايتين سمنه وعليه السمسم وريحه الكحك. هقول لك المقادير وننزلها لك حالا من عينيا الاثنين. طيب يا حبيبتي. من عينيا. مع السلامه. وحضرتك طيبه يا ام بوسي، ربنا يخليك. بصوا قبل ما اطلع البريك بس هوريك الغريبه بحط لها اللي على وشها ازاي. ما اروحش حاطه اللوزايه او الفستقايه ودفساها لتحت خالص، لا هتغطس. يا دوبك بسيط، اولا لازم على الاقل 2 سم بين كل واحده والثانيه علشان بتنفش سنه، هي ما فيهاش خميره بس هي هتبطط، مش حكايه بتنفش، هي الغريبه هتبطط، هيبقى شكلها كده. بصوا اهي، بص هتتبطط ازاي كده اهي. فعلشان كده ما اروحش دفسه اللوزه او الفستقيه جواها. خلاص احنا ممكن نقول المقدار بتاع الكحك قبل ما نطلع على فاصل. نزل مقادير الكحك تاني من فضلك. اه الكيلو الدقيق ليه كوبايتين سمنه، معلقه صغيره ريحه الكحك، معلقتين كبار سمسم، قطعه خميره بيره او معلقه كبيره خميره فوريه، معلقه سكر، وبعجنه باللبن. خلاص دي مقادير الكحك. انا بحط السمسم على وش الكحك واقدح السمنه احطها عليه، بعد كده اضيف له الخميره وبعجنه، وهنطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. خليكم معانا، استنونا.